يوليه عليكم أسيادكم هو جهاد في سبيل الشيطان وليس في سبيل الرحمن. البعض يمنيهم هؤلاء الشرذمة الذين يملؤون عقولهم بالفكر الخاطئ والمعلومات المتطرفة. أسيادهم واحد يقول لهم انت الدورة تتغدى مع سيدنا النبي، وهذا كذب وافتراء، وان التفكير الانسان اللي بيفكر نفسه بيجد لذة. طب انت كنت جربتها الاول ولا حاجة؟ طب ما هي لما فيها لذة ما رحتش انت جربت ليه؟ وبالليل هتبقى مع الحور العين. هذا كذب وافتراء. الحق تبارك وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، شوف المصائب الخمسة اللي ربنا مجهز يوم له، هل فجزاؤه جهنم، مش الحور العين او يتغدى مع سيدنا النبي، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حمل علينا السلاح فليس منا، والنبي لا يقول فليس منا الا في امر خطير يخشى على صاحبه الخروج من دائره الايمان. ديننا هو الدين الحنيف وليس الدين العنيف، وبأن هؤلاء بأفعالهم وبسلوكهم أساءوا إلى دينهم أيما إساءة، لأن الدين دين سمح، إن الدين يصف ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم